لسلطه التيل الموسمي بنستعمل خس مشكل، تيل موسمي هلا موجود عندنا بالسوق الاخضر والاسود، جبنه فتة، وبنستعمل كمان البندق بنحمصه، زيت زيتون، عصير ليمون، بفضل استعمل عصير ليمون فريش. بس هي مكوناتها كثير سهله، سلطه التيل مع جبنه الفتة والبندق المحمص، خس مشكل، تين موسمي، جبنة فيتا، بندق، ودبس عنب أو دبس تمر، ليمون وزيت زيتون وملح. تمام؟ تمام. يلا بسم الله. هلا هون عندنا الخس المشكل. تمام. طبعا موجود كمان متوفر بالمكان. أوكي. بدنا نضيفه في البولة عشان نخلطهم كلهم مع بعض. الايس بيرج والمش عارف ايش كم نوع خس بالله. هلا هون عندك ثلاث انواع، الجرجير الصغير، وعندك الخس المشكل كامل، وفي عندك الخس الروماني الصغير، هذا بيجي مستورد. اوكي تمام تمام. هلا هون اها عصير ليمون طبعا. تمام. فريش يعني ما في داعي نجيب جاهز. وزيت الزيتون راح تسألني أكيد بتحب زيت الزيتون. طبعا ما دامك صرت حطه على كل الخلطات فأكيد بتحب زيت الزيتون. تسوي كنافة بتحط معها زيت زيتون شوية ملح كمان. قال نكسر السمنة فيها، نكسر السمنة البلدية شوي. طيب هلا بنخلطهم كلهم مع بعض. أها طبعا هون في مكون غريب شوية اللي هو دبس التمر. أوكي تمام. هلا هو موجود مرات بكون ومرات بنقطع بالبلد هون. فإذا مش موجود دبس التمر بتقدر تستعمل دبس العنب. أوكي تمام. كثير سهل السلطة. هلا هون طبعا هاي التين، وانا جاي كمان شريته. هذا وانت جاي شريته كمان. قديش اعطوك البوكسة؟ هلا والله مش متذكر هيك، بس كثير غالي هلا عشان موسم اولها. اولها بيكون غالي ليش؟ طبعا. قطع التين هيك باشكال مختلفة. طبعا اذا ما في تين بقدر استعمل التين المجفف اللي بيجي جاهز. أوكي. تمام. ونطبخه مع السكر والقرفة عيدان وبمي، يعني بنعمله زي المربى خلينا نحكي زي المربى. تمام. بتقدر تستعمله على السلطه. اوكي. بعد ما خلطنا الخس كله بعدين ريحه الزيت زيتون مع الليمون كثير طبعا تفتح طبعًا. النفس هيك طبعا، خصوصا لما تعصر الليمون فريش هيك. شهينا شهينا كمان يا شيف، شهينا الله عليك. هلا هون عندنا جبنه الفته، ما بنقطعها بسكين، من بالايد هيك. بشر كرمبل. ايوه زي بشر كرمبل. هلا راح احكي لك شو السبب اللي خلاني اختار جبنه فته لهي السلطه. هلا الفتة شوي مالحة تمام. ودبس التمر حلو. اوكي تمام. بدك عادل. فبدي عادل. كثير بيطلع الطعم زاكي. تمام. طبعا هون عندنا نضيف التين. أو البندق المحمص طبعا. يعني جد يعني هاي السلطة شي رائع صراحة، كثير رائع. يعطيك وسهلة كمان، ما بتاخذ وقت. تمام. تحميصه شيء بسيط بالمقلاة، شيء بسيط طبعاً. بالفرن بفضل بالفرن تحمصه. بعد ما يطلع بالفرن بتقشره من القشر تبعه. تمام. هلا هون عندنا دبس التمر زي ما حكينا، وإن لم تجدوا دبس التمر دبس العنب يفي بالغرض.